حفلتنا او كدع عدد ميد كميدا قوبها اقوى وين مقالادا كولومبوس ايا وحا كسو قيب غلي بقلال مسلمين او صومالي او بدن كواس او ككلي ميد قوبلادا دال كامريكان كا مناسبات دانو لغو وينين ايا دلشاد نبيجيني محمد نبت قليئ ين حريسي كوركي ساعاتي ايا وحا محادرو ينكو ادان تاريخ دا صوبنها كسو چيدي اي علماء عان كا مسلمين تامريكان كا كواس او ككلا يميد ملاك لدوان سي اي دادك او غارسيان تاريخ دا يهالجن كديني غاي اسلام كو صومري صومالي دا كولومبوس اوهايو انتو دا بدن غوبچو كاها ايا لاركا يا ايغو سي وينو سوا عمري غوبتا هورينا او سوا واتي عرورو هودو او اي سي ادا او غسو لبسين كان موغان اي سي استانتا اسلام كا inkastoo culimada diinadu badan ay ka hadleen xafladan waxa ka mid ah culimadii ka hadashay sheekh maxamuud gureeceel oo ka yimid dalka sweden sheekh salax muallin abdullahi iyo sheekh yusuf maxamed abdi oo ka kala yimid gobolada kentucky iyo missouri ee dalkan mareykanka دكتور محمد ترازي iyo sheekh german oo ayaguna ka mid ah culimada ahlus sunna wal jamaa ee dalkan waxa soo jiitay dareenka iyo indhaha dadka munaasabadan ka qayb galayay Axmed Burhaan oo loo yaqaan Axmed Cadaan oo ah wiil yar oo u dhashay dalka Mareykanka xilli dhow qaatay diinta Islaamka isla markaana luqadda Soomaaliga ku akhrinayay qayb ka mid ah taariikhda Nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haate xafladda iyo qaabka uu dhacday oo aanu idin soo koobnayna waxa u dhacaysa sida tan إخوة الأعزاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنو ما أدعينا يا إلهي سبحانه وتعالى. إلهي إيمانك نسيه إسان مضى نوضر فيه. حضنا نبي نكدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مركز النور عين نغني خير الأمم. أمضى إلهي سبحانه وتعالى. هو خير كبدن عيين نغني نبينا عليه الصلاة والسلام سيبتي سين نغني مركا أحبابي بالله وحاوة بشارة نوصق ناطي مرها دي نبينا وياه نبي محمد عليه الصلاة والسلام أحبابي في الله ما أنتي ومال آد يا آد نوغوين حقيقة ومالنا إنه احتفال إنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما لنا إنه موجنا إنه حبيبك تعالى كيسى عليه الصلاة والسلام وما لنا إله سبحانه وتعالى الرحمة ديسيونا صادري إنه إله وشكرنا إنه سبحانه وتعالى مركا قفك الصونا قمضة شكري أياك واجلي لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أيا إلهي نوضرتي مركاسا وحي نكون قلنا خير الأمم إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا سيدا إنه سوون من جعل كيس قلبي أن إلهي إنه قلنا عليه وحن سوون من مولد النبي عليه الصلاة والسلام أن مولد كنا عبد بدا في الدنيا ماشان ساعة كنا وصيف الدنيا مركا في رصيد مركا وحن سوون من أمان ماشكو هينه والنبي محمد عليه الصلاة والسلام الله يقص سينيو أنت هذا نادي بنا علماء الشيء بدوانا أنت هسه نقول إسا نبي قال قصة وكو سابسن أما داتدي إسا كو سابسن عطو هب أبور كيسي أما هب بقن كي نبي عليه الصلاة والسلام أما سيرة ديسي تاريخ نوليت كيسي حل قرد الشيء عدو النوغي إيو هجرة ديسي إيو وح النبي كو سابسن أما أصحاب تيسي أما آلكي نبي عليه الصلاة والسلام وحو النبي أوضا نقونا إياه أو قصة النبي أنكو سابسن خصيصة وإياه محماشا لسويمد حيري أن إلهي سبحانه وتعالى نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك حيري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكل نقص عليك من أنباء الرسل مركي إلهي وكسو شيكيي أنبياء مورا وكسو حضلي أيو النبي وحكير وكل نقص عليك من أنباء الرسل ممان وحانو كاقا قصينا إنا رسوشي أخباره دي وحبانو كاقا قصونا إنا أنو كد جن إنو قلبك عقبير إلهي سبحانه وتعالى ما نثبت به فؤادك
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وحانا كوي مدبو يريد قصداس أما قصص كاس لحوذة وحكو إمانايا وكوي مد حق إيو وعذي إيو وانو داد كمؤمنين تأوسق نعطي. وحكا قرأينا آيات أصبر كافيرينو وحانو ماشا أصغن من داد مسلمين عنا داد كمسلمين تأمر كيسكوي مادانا وحا إصمينا يان إن لغو ميزامو شريعة الإسلام كا ويه شريعة مركا وحنكو أغاني نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء ذي ولاليه سعى يرسوشي أو أصغوا كفض لبضناء أيا إلهي وحل الله سبحانه وتعالى قصة أنه كاقا قصين إنه أيا قلبي على القد جناية هذا مغشد أن تثبيت هذا مغشدنا وكلمة التوحيد إيو إيمان كولوزي هذه يقف كوي نبي قلبي يسوح غفلة يوح نقصان من المراهين لكن مرة ديب إلهي ويري عملك ما داما أمن سنة إيمانك مرة البعين سيكر ليو قفل كمالو سي زيادين إيو واحد النبي كوي يري هدو إلهي إيمان بانو كو كر لنا قلبي عقا كورم النبي محمد عليه الصلاة والسلام حدانو ماشا نسكون من مانتي قصوينك كسا أبسانا سيئة كلية إن لغشة كينا يصلوا على الحبيب تاسوح ويان غضب كوهو مهمسن إيه هل كان عنا سكون نميد وحاكا لو تشري وحادة مرنة نلوقع هذه قصائد فربضان هادنا إيه نوقع هذه دونا رجع هادها الكافرية علماء قيبة كميدة أيها النوم بذي حيو النبي أمانة عليه الصلاة والسلام أيضنا أمانة وحي أهيد وحي كقد يانا يعني أصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وحي يلي وحا وحماش أنا هو إنه الله يا وحوي أن النبي لقى قصيه، لكن النبي لقى قصيه، أوقف كي وآد وتشعلسته، أن أمانت أن ولاجي يصفات النبي عليه الصلاة والسلام، أنت أوقف قلبي سؤاد وتشتبله أو تشعلسته إنه النبي عليه الصلاة والسلام ومركز أمانه، وأنا سيد أصحاب تيالي جرين وحزي هذا مجرين، ها كسوة عروري صحيح البخاري. أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأن روي حديث كورنية حلها سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان بغليبي لأبو هريرة قصينية والنبي محمد قصيني عليه الصلاة والسلام وصاحب القاضي أو كشيكي النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو كشيكي كشيكي بو آد بو وغيها لتلماميه النبي عليه الصلاة والسلام مركاس بو عيري انتو داتي كسو جيس إن أخا لكم لا يقول الرفث بير ولا ولا الألي ذهين إنو صوحة عياركو هل ننبير بحوك وضا عبد الله بن الرواح ولجي ذا مركاس بيدد نبيك أكو أماني أيها الكاكتري أبو هريرة نمركو النبيك كقصي عليه الصلاة والسلام أكوه لصفات كيسي وهو ناكسنا أيها قصيدة دي كسع علي وقاضي انت أنا وأصمين أنا وأنت أس حديد دبي عدو ناكسن هلقاها للي راهدو نبي محمد با مثال لغو صوقات عليه الصلاة والسلام إلهي مركع عماشة مؤمنين تميزان كوس الله صارو وقف والبا عمل كيس الميزان ايو وحا اقول ميزان وين ميزان واتفه ميزان وحسن الخلق وتقوى الله سيد النبي ونوشا عليه الصلاة والسلام وإن إلهي إن خلقي كبقنه دبع عدني أخلاق دي أننا أن هجاتشنو إلهي أنه هجاتشيه وحا كلاتو النبي النصوبا صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا مر والبا مقعيسان مقلنه نبي جاءنا إن كسل لنا صلى الله عليه وسلم حدين نبي جاءنا إن كسل لنا عليه الصلاة والسلام إلهي بأنون حريصنا يا طبعا مربى أغير إلهي إن تكون حريصنا يا هل مر مركب نبي كسل لنا صلى الله عليه وسلم نبي محمد أخلاق دي سائم بدن بعرمة نجدتين أخلاق دا نبي محمد يضبع عديسه وحي كل سنات قرآن كريم كه
دين أول بول لقى فيريو نبي محمد جامع القرآن آيدها القرآن كهذا آخر صو آيد والبوحي كفر يسو نبي جنوح وها مد كعمل فلا أو كبرقمة أو أصيغ مثال لغو سوقابا كرو وحل ويدي أمنا عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وزوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي مركا لاتين أيو تضرد اللي يراهدو وأغو أقوام بدنايين أغو فقه بدنايين بيكو جرتا إلهي رابيها كالنقضو نبي محمد عليه الصلاة والسلام بين نصيب وها شيء إن أي نقطة مركي أغضا بيسي ونفتك بحيسي أصغو كسن تاعة حلقا حب انتيري حبت كيدا أغضا حيدا بان نفتو قبح عليه الصلاة والسلام طبن درجو وطبن كودة عائشة يديه جرت عليه الصلاة والسلام إلهي با فضل لديري يغسيي باي كمدهات نبي محمد با اللغو أفسدي أنيغا حلقيغا كركيغا صغو كسن تعصن بان نفتو قبح النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحن نبي أغضى ينا إذا مركع عفقا كمده عليه الصلاة والسلام نبي محمد وحو اسكع عفنا يي dadkii dibka u geystay oo dhan buu iska cafinay alayhi salaatu wa salaam waxa miisaalada hatta gaaladi oo kale markii miisaal loo soo qaato waxa kamida tusaalahaan labada miisaal ugu waaweyn qisada la yiraahdo qisadi daif iyo nabigu markuu ka galay kamida midan iyo uxud oo kaleeto nabigeena alayhi salaatu wa salaam dagaalkii uxud waxa ogsoontiin waa duulaankii duulamadii waaweynaa oo nabigu uu galay kii labaad baa lagu tilmaamaa waa duulaankii lagu diray 70 saxaabi oo kamid yahay Mus'ab ibn Umayr safiirkii ugu horeeyo faafinta diinta loo diro iyo dacwada ayuu ahay baa leeyo Madiina nabigu u diray alayhi salaatu wasalaam waa dagaalkii lagu dilay waa dagaalkii lagu dilay nabiga adeerkii Sayyid Hamza Asadullah وأسد الرسول الله صحابي قال لي هذا سيد حمزة اللي قد لي وهلك كشهيد وبي تضبات صحابي بقى اللي قد لي بقى لي هذا نبي محمد بقى اللي قد وعي عليه الصلاة والسلام والرباعية دي سلقو تبي نبي عليه الصلاة والسلام أي اللي قد قري ونبكى سوغاري صلى الله عليه وسلم مركي ديغا لقد ديو وچي سي ايو كي جيركي سي ديغ باكا داتي نبي صلى الله عليه وسلم انتا صور دبا الدولانكي نبي اللوغو قيستي مركي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اي انتا صور دبا او قيستين قالدو نبي ان عليه الصلاة والسلام حد وحوه يهدو الهي ويديستو كل قدنا ورمي الهي ورمينا اياه لكن نبي وحو رجك قبا كوا يقو اي بل الدونان ان الهي وحخير لو ككيرو عليه الصلاة والسلام وحكمدا قالذي النبي محمد سيدا أرد باتين يسي مركي النبي أو مكة لفرطي أو النبي مكة أو صوت قالي كوي وحوهي انتا صوت نبا النبي قيست أو مقالد النبي وحوهي إنو كهاتر كوكا لفاي مقالذي مكة المكرمة نبي محمد محو كويري ما أنت وحب الله إذن ما يستو إذهابه فأنتم الضلقاء نبي ويسكعفي عليه الصلاة والسلام مركي الرسول كان إكجير يوتي سوچديسي خديجة رضي الله عنها هذا إركي الدفاع جري الله ديه جري أبو طالب مركو قيريودي سند كاللوغو مقا عبدارو عام الحسن اللي يرهدو سند كي مروغدا وسند كي طبنات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مركي الرسول كو طبن سنو أو رسولها عمره سنة كنتن سنة أو مريو با وحا قيريودي هذا إركيس أبو طالب با قيريودي وحا قيريوتي سوچدي سي خديجة رضي الله عنها وإلمها النبي محمد وردن إلمها دا النبي قرد الشي إلا إبراهيم ماهاني انت كلي طوردن أيا قيريوتي وإهد قبضي وقوه الرئيض النبي محمد قرسده صلى الله عليه وسلم وإهد قبض اللقوت المامو قفكي وقوه الرئي النبي محمد رمي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق كل مركة الله يسكدره قف صوم مسلمي قف كوجوه الرئي النبي محمد رمي عليه الصلاة والسلام قديشة لغت الماما رضي الله عنها قديشة والنبي مر والبكاد لشري فضل قيمها إلى ذهي
حتى عائشة لكل من بكم صرتي بالي هذا محايل النبي مر والبا وناجدي يفضل جدي وتلمام يا النبي عليه الصلاة والسلام خديجة إلهي راضيها كن غض كن غضو سنة كاس يدنا جيريوتي نبي آد أمر جودي صلى الله عليه وسلم وحسن هذا الله جم مقعدري عام الحزن سنة المرجدة أي الله جم مقعدري مركي أرنتا صلى عضي نبي وحو آدي ودن كليرا ضائف ضائف هذا وحي كحساب انتهي ودن كسعودي كمتهي بهذا اللي هذا حسابها ودن كاسو نبي آدي صلى الله عليه وسلم وشيدد أو آدي أنا وحوي دينتو وحي أبا أنتي مروال بأحبابي قربي أبا أنتي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, I'd like to say, Manal Mahad said, I'm going to be translating into English, so those of you who won't understand Somali, especially the youth, be prepared to listen and keep your ears open. Horta waxaan jeclahay inaan ka hadlo taariikhda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo kooban. Horta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhashay Mecca. النبي صلى الله عليه وسلم أبيه وحود انتهى أسقى على وشه هيدي كجرا وحار بارباري هيديس وحار بارباري هيديس وحان نوجي سي ثويبة الأسلمية حدنا حليمة سعدية مركو جري لحسن وحاد متي نبي هيديس وحان كفالة قالي أوغيس عبد المطالب سيدات سنو مركو قاري حدنا وحاد انتهى أوغي نبي صلى الله عليه وسلم وحوكو برباري مكة يران تيسي وحورا يجري عري مركو غاري لبعاتن يوشان وحو قرسدي سيدة خديجة أيضنا وحي جرتي أفرتن سنة مركو غاري صدن يوشان وحو قيب غلي دسمه قعبدة وحو آنقو نقدي سيفوينكا ونواناكسن سيدة رونتا أمانكا صبركا دولقاتكا يوحيشوتكا مركو غاري أفرتن سنة وحو ألا أدورتي إنو نقضو رسولكي أغو دنبي ونا أغو جعلا نبي صلى الله عليه وسلم وحو دادك مكا كل نول توحيدك أغو ييرا هاي سدح يوتوبان سنة وحو أغو جرودي مدينة أيضنا وحو كنولا توبان سنة ودينك إسلامك فافناي وأبو تي حبيب كان نجا محمد صلى الله عليه وسلم أمانة ربي كان أمده وأو سيحي مركي دأدي أحد لحدن إيو سدح سنة إلهي آياء أو سدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحود اللي تضوى عرور سدح ويل إيو أفر قبضون سدح ذا ويل وحيك لا أهين قاسم عبد الله إيو إبراهيم قبضحنا وحي كلا أهين زينب رقية أم كلثوم يو فاطمة وحونا كد انتهي سقال حاس عائشة حفصة سودة صفية ميمونة راملة هندة زينب يو جويرية حبيب كنجا محمد صلى الله عليه وسلم وحوها هدنا يحي مد جعل ومديسة وحي واجب نقول إن جعلنا حبيب كنجا محمد صلى الله عليه وسلم أنا رعنا ودديسي سيو نقول شفيع مالنت آخر أنا مد نقنا جميع عريسة إلهيو 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 نقول أوصل جعلك رسولك آمين ده آمين محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى سيم كيس اي امينا ايغار كد ابايدن فاطمه او دكتور ادوغد امام كجبريل ابو بكر صديق اخوان كود انتي اشهد ان صدما ان امام كود احمد نور او ادو كلام ولا اومن تمركي لا لا هو تارك يرو
waxaad tacabtii oo waxaan taran soo tabcayse togaagaakii ka soo go'ayeen taqiirmin iyo tolka taanama ku taraayaan tamaam nuurow adan tolka rabnaay جدد عدون آخر الله جرمابو جدكو جنواي جدكو نجحيم واي جمال نورو جدكي جنو نجحي عليك وسلم المولى محمد صلي على الحبيب صلي على الحبيب صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم in one of the great gathering Rasulullah صلى الله عليه وسلم was sitting with a lot of people around him to his right was a small boy and to his left it was Sayyidina Abu Bakr Sayyidina Umar so somebody offered him a picture, something to drink, milk or water. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم drank some of it and he turned to this boy and he asked him, do I have your permission to pass the water to Abu Bakr and Umar? This is out of respect to both. To Abu Bakr and Umar on one hand, and also to the boy, because in Islam we know that we do things from the right, we pass from the right. Abu Bakr and Uthman happened to be sitting to the left of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, can you imagine Rasulullah is asking a permission from a small boy? He asked him, can I pass the picture to Abu Bakr and Umar? The boy said, no way. He refused. Why? Possibly he wanted to have the honor to have the picture handed to him from Rasulullah صلى الله عليه وسلم, which is great. Or maybe he thought he's a small boy, he thought that by the time the picture just gets around, because it's nothing will be left for him. So in either way, he was the moral of this story is that how Rasulullah صلى الله عليه وسلم respected even children. Respected them and he's our role model and we need to do the same. We need to respect our children the same way as Rasulullah صلى الله عليه وسلم has respected his the children at that time. And during his life there was a woman who used to clean the mosque. She was from people who were not considered important in Medina's traditional clan society. She wasn't important. One time he noticed she was not at the mosque. When he inquired about her, he was told that she has passed away. So he was really sad because nobody told him. So what he did, he asked where she was buried and he gathered his companions and offered the funeral prayer for her. SubhanAllah, he offered the funeral prayer for her. Just shows how well he respected people, no matter their social status in the general community. He was so nice to his wife, and it was narrated that he never laid his hand on any of his wives, meaning he never hit any of his wives. And that's what a lesson for us men. Don't ever beat your wife. Don't ever put your hand on your wife. We, our Rasulullah is our role model, and that's what we need to do. There was a brother, he came with his wife for some counseling and he called her Haywana. Haywana, maybe the same thing in Somali, means anybody. Haywana. I asked him, why did you hit her?
He told me, because she told me, you are حيوان. I said, that's fine, but how does that happen? He said, I told her حيوان. She said, no, you are حيوان. I said, wait a minute, SubhanAllah, you are insulting here. You wanted her to say, JazakAllah khair, you called me حيوان, that's fine, I accepted that. So he beat her because she called him by the same word he told her. Unfortunately, I gave him a lot of warning. Unfortunately, a few weeks after that, he was arrested because he again did it and he beat his wife. The neighbors heard the screaming, called the police, and he was escorted out of his house. So we have to listen and to what the Prophet ﷺ has told us. We have to use him as our role models. That's how we can have create a very great حول سيرته صلى الله عليه وسلم قيب كم ذا أمان تبرغينا أنسو قادنين مؤياني مقاري كرين رسول كينا صلى الله عليه وسلم وحوها نور إلهي صادري سبحانه وتعالى نور إلهي صاد ريب وها نبي صلى الله عليه وسلم مها إلهي صاد ري نورك كوم كم مكدق كجري إن إلهي وكسار ظلماتك إيا مكدق شركك إيا معاصرة إن أي كونك كبحان وددك كونك كنول أي كبحان إلى نور الإيمان والمعرفة يبحان ساسا إلهي أصدره سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام وحوض شيء سنة كعام الفيل إذا عند العرب لا يقان مركي تاريخ ذو أحي شنبق التضوات ليكو مركي كسو وريكت ميلادية وعد لشد نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم أيو نبي نود شيء صلى الله عليه وسلم مكا أيو كل شيء هبينك وودا شيء نور أيها بحي ومكك إفتيمي نور كاس وإفتيمي ولقى أركي سريه كويا لي شام كويا لي سريه شام كويا لي سوريا هي لبنان هي فلسطين هي شام وردن سريه كويا لي أيها هبينك الله أركي
علامه وحي تهي تاس ان الهي كونك اسو ديري نور نور اسو ديري غاري دونا كونك ودن غاري دو افرتن سنه مركو غاري نبي عليه الصلاه والسلام مركو دشاي اسغو علوشه كجرا ايو ابي هدنتي هويدي اسغو لخ جرس لخ سنه جرا ايي دمتي أبوغي عبد المطلب أسوه سيدات سنجر أيون انتهي بعد قيدنا نبي وحولا نولا نبي أدركي أبي طالب نكيل أوريجن لكن وحا إلهي سبحانه وتعالى وتصنيا مخلوقة تصنيا كسرك إنو سأبهنين عد إلهي كسو هرتي أو تربيه سأما وحوطبت أبو النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي هو يدي ما مال من نوجسي فويبة الأسلمية قبل اللي إرادة هدنا نوجسي حليمة السعدية أيا رضا عيسى أنت بدنت كل بنتي نبي عليه الصلاة والسلام أفرتن سنة مركو قاري إلهي الرسول بوكادغي صدح يا الله تنسنا أي وحي قد جيي لحدا يا صدح سنا أي نبي وقد انتي صلى الله عليه وسلم وحي الهدي عن كسو قاضو لبدا موضوع شيخ وكشن غريه وأه تعظيم كالنبي صلى الله عليه وسلم يا محبديس تعظيمك هي فضائس واسمعنا قفك إلهي وفضلي مخلوق ودنو كفضلي وويني قفك إلهي وويني نفضي قدما المجرى قرآنك إلهي وحنا وشيني إن بدن إلهي وحنا وسوع العلنية نبي قدرك إلهي أكثيس كلنا صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحليه والنبي أن كل يهي صلى الله عليه وسلم نعمة أوسيه ومخلوق أن أين هيلين أسبه أشيه يوكم من نيسان يو ورفعنا لك ذكرك ذكري قائبا كرو قادني هدي أنيق الله يحصه والله يحصه يا با إلهي سبحانه قرن الله اسمه باسمه إلهي مجي عيسو لحريري نبي عليه الصلاة والسلام أضيع الله وأضيع الرسول ويضيعون الله والرسول فردوه إلى الله والرسول فإن لله خمسه وللرسول ألم يعلموا أنه من يحادد الله والرسول ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله قرن الله اسمه باسمه أقسم الله بحياته إلهي نولشي سوكو دارتي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لخالق عمرك أيان كو دارتي إنهم لفي سكرتهم يعمهون عبد الله بن عباس وحليه ترجمان القرآن إمام المفسرين ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره إلهي ما أبور أحد نبي محمد كفل بذلك مما قال أنه إليه إلهي أصوى كدارنا يقفنا لشيزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاوحي كتسنيسا تعظيمك يقدرك وإلهي أكتيس كجوب النبي صلى الله عليه وسلم محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. اللهم لا علم لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. It is a tremendous blessing to be in this inshallah ta'ala mubarak gathering, this majlis to commemorate of the most tremendous blessings that we've received, that humanity, that creation has ever received, the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And when we look at how Allah subhanahu wa ta'ala describes the people who are successful, the people who succeed, the muflihun, Allah says in the Quran, He describes the relationship to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, He says in Surah Al-A'raf, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. He says, those that believe in him and venerate him and support him and follow the light that was sent down with him, they are those who succeed. So Allah subhanahu wa ta'ala has blessed our hearts with belief in the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah to increase that belief and make that belief firm so that we can be of these muflihun that Allah describes in the Quran. And we find that when Allah subhanahu wa ta'ala, when He loves one of His slaves, He places in that slave's heart a veneration for him. Right? That person holds up high, to a high respect, to a high, in high esteem, the things that Allah loves, and has taqwa of Allah, and has khashatillah. You know, the person that Allah loves has these things in his heart, and also Allah puts in that slave's heart of the person that he loves, puts in a veneration of the people that Allah loves, a veneration of the awliya, a veneration of the anbiya, of the fuqaha, you know, of the people that Allah loves, and he puts in a veneration of the things that Allah loves, the attachment to the masjid, etc., etc. So the things that Allah loves, he puts into the heart a veneration and a real respect for it. And we find that the people, conversely, the things that are not worthy of our respect, are not worthy of veneration, are not worthy of, you know, giving support, Allah does not put an attachment in the hearts of the people He loves to the things in this dunya that are transient, that come and go and are not important. The hearts of the people that Allah loves are not attached. Intanan nuqdada anan usocda anan gaarin waxaan rabnaa oo culimadii iga horeysay oo dhan ay taabanayeen maqlayseen oo ku celceliyeen in de xafladda nabiga calayhi salaatu wasalaam mawlidkaahu shay wanaagsan ay tahay looga hadlayo nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii iyo habdhaqankiisii looga hadlahayo marka xaasilka markii aan isku keeno waxa weeye intii hadda culimadu noo sheegaysay dee meeshan waxa lagu hayo waa siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii dee culimaha ay arkayseen oo hadalkii noo soo dhameeyey qof wax munkara ka hadlaya miyaa jira qof wax aan wanaagsanayn ku tilmaamaya nabiga miyaa jira calayhi salaatu wasalaam iyo amdaxdaas nebi ammaankaayo wanaagsan waxaa saddexaad oo uun soo weheli kara waa tasaduqa dadkaas mu'miniinta ayoo wanaagsan oo muxibiinta ay la baxeen
صدح ذا شيء مركمنا ليس ويدين ما هيو وواحد علماء أي نوع شيء غيّن إذا مركضت كان آد لبعتضة بدن أيوجتها جنتهاي أو مشاكل كبدن وهاي ستموليدك أو قاركود آد موديد آد إني حرج يلبعتو يا وهاي صو حيد عنين هيا إلا قفنا إسكمان ده تري كره يسير النبي عليه الصلاة والسلام أنبياء دي كور رسولهم بإلهي القرآن كوا هاللي نبي جب أنبياء يسير دي كهل هيي كتبتي مصدور كتهاي صدق هذا أنت القرآن كوسا عرورتي هذا كوربان غلوي بس وراي سنة وحي رهدا أنا كوحن مدي دنين لكن ماش عندي دنا هو حوي وموعد كان يبشان يصنع كان معلنك صلى الله في سنة سيدا أدوكتي المعلم الله فيرسا حتى سنة كيو هرية سنة كان ما يسكن معلم بالله نيجا موليدك حتى بشر ربيع الأول مركي لفين مقال هذا اللي تشوف ماي ومال معين هجوني الله ما فيرسا حتى حتى عيد عضو معلم بإلا الله فيرسا كبا صغا أما مال سيدا هذا النقضة أما مال تبنى هذا النقضة أما مال لبي تبنى هذا النقضة حتى مال الله فيرسا سيدا بالزمن كما وحبوه حرما أنا سويدين هذا مسلم زمن كأنكم مخو نجح حرمة إلا وحى وحرمة وإلهي الرسول كيس بل وحى أحاديثي عضين أيام حليالك أنبياء غيبة كمدة إلهي ونعمة سيي إن لقابل سيي شكر شوكته أو كبيرا معلنتي وحضرك يسع عاشورة صوم كذا معلنت النبي يقول هل سنة بعدين بيجي دل غور عافية هل سنة وهل مالنا صوم سنة صوم نحن صوم كذا جو صاب بالله ذي فما يلتي دع عشرة نبي موسى إلهي وكوريا أستجي قوم كسر بنو إسرائيل فرعون يظالم كين الهلاقي يضط كي دقادة نم عسنة كست مالين تي كبيرا نبي قلنا محيري نحن أولى منكم بموسى مالين تي بكبير sidoo kale midan usbuuc ka soo socota oo nabigu markii la weydiyay isniinta maxaad u soomaysa yoomu wulitu fihi wa maalintii la dhalay sidoo kale waa maalinkii xaq la yimid usbuuc ka soo nabigu dhalashadiisa u dabaal degay meesha anagu sanadkii aan maalin iyo laba iyo saddex iyo afar aan isku gunin usbuuci bu maalin kasta oo isdiina uu soomaayay asagoo naxmadaas Ilaahay koonka raxmada uu soo daahiriyay oo qaabilsiin hay maamarkii yiraahdaan Soomaahan dadkaas oo hadalkoodu shii noqon maayo marka Nabi Maxamed ba xaraam ku dhaay horta anagu Nabi Maxamed iyo shariicadiisii baan mutabicunahay oo aan raacsanahay zaman horta wax ma uu xarimay Nabi wuxuu yiri Alayhi Salaatu wa Salaam xadiiska saxiixa oo Imaam al-Bukhari ay ma badan wariyeen لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيف تتاوحا كوريس آيات دي قرآن مرتبا ما قرآن كلمة سكان الآن آيات دي قرآن هذا عن كفر فرنواكي إلهي قرآن كي سيكير محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بين dadka gaalada waa ku adag yihiin dawa dadkii raayatul islaamka soo koriyay waa dadkii islaamka maanta halkan soo gaarsiyay wixii asxaabti uu ka dambay hoos buu islaamku u socday ogaad ruuha ma u baynahum waa dad isku naxariisan oo isjecel oo isxariirinaya taraahum ruku'an sujadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwan waxaad arkaysaa bal iyo rukuucsan oo sujuusan maxay dalbayaan fadli iyo ridaha ilaahay bay dalbayaan waxay aaymadu yiraahdaan waxaa lagu sifeeyaa asxaabtii nabiga bi kathratil amal wal ikhlas labadaas ilaahay ku sifeey inay amal badan la iimaaneen inay waliba ikhlas ay kula iimaaneen waa tasgiyo ilaahay u tasgiyo وأنك حالا سوق هذا أن حافظه وينايو حافظ المغرب ابن عبد البر ويروى أن لك كافية بينا وحكبح في النبي وإجماع قف إسلام كأئمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا قف يراهدة عدول معهن أصحاب النبي الله ما هي أما قف كمد من لا بس الفتن ومن لا قف كفنوين كي سوق غاري أو أرمحاس لكل مي iyo qoladii aan dhex gelin
oo horteed ama dhimatay ama ka fogaatay kulligood. مثل ما لسيو إلهيم حير ذلك مثلهم في التوراة سيدا حد القرآن كو قتل ما ما التوراة نصاص أصحاب النبي قالوا قتل ما إله الفير اللي قارئ بنظم وسامعها ومن أصغى إليها والناظمها وكل المسلمين بقرآن وأسماء محمد رسول الله يا خير البرايا ومن عظم بمولده الكريم بإنفاق وسلامة محمد يكون يوم القيامة عن رسول كذاك راوي من محمد رسول الله يا صلاة الله رسول الله يا عليك وسلم صلاة مع سلام الله تترى على المختار مولانا محمد وآل ثم أصحاب كرام وأشياخ ومن حب محمد يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا عليك صلاة ربك متى ما قال مادحك سعيد فقير مرتج عفو الرحمن رسول الله يا خير البرايا عليك صلاة ربك يا محمد عليك صلاة ربك يا محمد عليك صلاة ربك يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام العالم غير منعكس يا نبي يا إمام العالم سيدي يا نبي يا إمام الحار غير منعكس يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم